السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا وشركائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. في الحقيقة في أسئلة عمالة تنهال على الصفحة وعلى الخاص بقالها فترة كبيرة، وكنت اتكلمت على موضوع الحيز العمراني، وهفضل اتكلم للمرة المليون على الأحوزة العمرانية. لكن في مشكلة كبيرة حاليا دلوقتي حصلة، وهي في أخبار وفيديوهات بتتداول على ان في أحوزة عمرانية جديدة نزلت. في أخبار وفيديوهات بتتداول حاليا ان في أحوزة عمرانية نزلت. الناس دي من فضلكم، الناس اللي بتسمعنا اغلبهم ناس بسيطة، لما حضرتك تقول حيز عمراني جديد لمحافظة كذا، معناته ان في كردون مباني نزل للمحافظة، معناته ان يقول لك خلاص الارض بتاعت فلان هتخش كردون مباني، تبدأ الناس تبور في الارض، تبدأ الناس تشتغل على الارض بقصص تانية. يبقى إذن إحنا كده بنضل الناس. سامحوني أنا دخل في الموضوع بشكل مباشر، لأن أسئلة كتيرة جاتني مستفزة، أسئلة بتقول فين الحيز العمراني. لما أقول لواحد يا سيد الفاضل الحيز العمراني لازم يعتمد ولازم ينزل ولازم يبقى له مخطط استراتيجي، وما بينزلش كده بالبق، يقول لي ده أعلن عن حيز عمراني للمحافظة، أخش على الفيديو ألاقي الحيز العمراني اللي بيسأل عليه المتابع حيز عمراني من 2012، يعني النهاردة بقاله 7 سنين ولا 9 سنين، يعني الأرض اللي اتبنت عليها الحيز اللي بنتكلم عنه يعني صاحبها عاوز يهدها ويبنيها تاني. حيز عمراني يعني في أرض جديدة. أمال الناس دلوقتي بتشتكي ليه من مش عارفة تبني؟ الناس بتتعدى ليه على الأرض الزراعية حاليا بالعقل؟ من فضلكم ما تضللوش الناس، من فضلكم، الناس دي ناس بسيطة عايزة اللي يبل رئة. فلما تبل يعني اللي مستني ياخد مننا خبر او ياخد مننا معلومة رئه ناشف. بكلمكم بالبلدي وبمنتهى الصراحة وبشكل مباشر، لان الموضوع زاد عن حد. كل يوم الحيز العمراني لمحافظة كذا، الحيز العمراني لمحافظة كذا، والناس تقول فين الحيز، وتروح للوحدات المحلية وتروح للأحياء وتروح للإدارات الهندسية تسأل على حيز، يقولوا لهم الحيز ده حيز من 2012، من 2009، من 2014، من 2015، يعني حيز قديم لسه لغاية دلوقتي. مفيش أحوزة عمرانية جديدة بالفعل تم اعتمادها وأعلن عليها. أنا بقول لحضرتك عاوز تعرف الحيز العمراني نزل عندك ولا منزلش عندك، 3 طرق: الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية أو في الأحياء. تروح بنفسك تسأل، تاخد الإحداثية أو المكان أو العنوان أو المعالم بتاعت الأرض بتاعتك وتروح، تروح الإدارة الهندسية في المحافظة، تروح إدارة التخطيط العمراني في كل محافظة، في إدارة للتخطيط العمراني، في إدارة في مديرية المساحة في كل محافظة، هتلاقي فيه حد ممكن تسأله. الخرائط موجودة هناك وكل شيء موجود هناك، عشان بس الناس ما يتمش تضللها، والناس ما تاخدش أخبار وتاخد حاجات وتقول آه ده نزل حيز العمراني، وبعدين لما بيسمع أنه فيه نزل حيز هو في دماغه أن خلاص تم السماح بالبنى. في ناس ما بتكملش ولا تتابع وتروح تبني على الارض الزراعيه تاخد محاضر، يبقى الناس اللي بتضللها هتشيل الذنب. اذا يا ريت طالما ما فيش احوزه عمرانيه جديده نزلت ما نتكلمش على احوزه عمرانيه جديده. احوزه عمرانيه جديده يعني بتنزل في الاحياء وبتنزل في الوحدات المحليه وبتتعرف وبتيجي لجان تنزل وتحدد وتدق قصه، بيبقى فرح معمول وقتها. يعني لما ينزل كردون مباني في قرية على سبيل المثال بيبقى مولد، بيبقى مولد وصاحبه موجود مش غايب. فإذا الموضوع مش خافي عن حد. فياريت ياريت الناس اللي عمالة تعلن عن أحوزة عمرانية جديدة، الأحوزة العمرانية اللي انتوا بتعلنوا عليها دي من 6 7 9 سنين فاتت، الناس بتتكلم في النهاردة، الناس بتتكلم في النهاردة، الناس بتدور عايزة تبني النهاردة. انت حضرتك جايب لي حيز عمراني من 2012،
من 2014، 2015، من 2018، من 2019. انا هعمل بيه ايه بتاع 2019؟ هو متخيل بتاع 2019 لسه قاعد لغايه دلوقتي ما اتبناش؟ الناس بتدور على شبر، شبر تبنيه مش متر، بتدور على شبر يتم السماح ليهم بالمباني. امال احنا لو في احوزه عمرانيه المحافظات دي الناس بتتصالح ليه، والناس بتعمل مخالفات ليه، والمحاضر والنيابه العسكريه والكلام ده كله؟ فاذا انا بقول لحضرتك يا اللي بتسمعني عايز تستوصل، قلت الكلام ده في فيديو سابق، لكن للاسف الاسئله بتتكرر، واحنا انا ما عنديش مشكله ان انا ارد على الاسئله، لكن الاسئله زادت عشان في اخبار وفيديوهات بتقول ان في حيز عمراني جديد، فاذا تضليل الناس مشكله كبيره. مش عايز اطول على حضراتكم، ان شاء الله لما ينزل حيز عمراني جديد ويتم اعتماده مش هيبقى خافي عن حد، زي ما بقول لحضراتكم بيبقى مولد ويبقى فرح في القريه اللي نزل فيها الحيز العمراني، وان شاء الله ينزل حيز عمراني وباذن الله الامور يعني تكون احسن، موضوعات التصالح يتم البت فيها وتنتهي، والناس تشوف اشغالها. ودمتم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.